السجل المدني أمر حيوي لأي حد. مين فينا مش بيحتاج يستخرج شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي وقيد عائلي؟ أوراق مهمة ومطلوبة لأي حد فينا. قبل مبادرة حياة كريمة كان أهالينا في القرى بيضطروا يقطعوا مسافات طويلة جداً علشان يوصلوا للمركز، زي ما قال لينا أهالينا في قرى المراكز اللي زرناها إن الأمر كان بيستغرق منهم ساعات وساعات. النهاردة مش بس السجل المدني اللي هيكون متوفر في القرية، لا كمان كل الخدمات الحكومية من شهر عقاري وسجل تجاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومركز تكنولوجي بيوفر كل الخدمات. وده كان الحلم اللي بقى علم مع حياة كريمة. مختصرا هو مجمع مصالح حكوميه يخدم القريه بس على مساحه 1350 متر، عباره عن ثلاث طوابق ارضي ودورين علويين، بيشمل مكاتب بريد، سنترال، شارع عقاري، سجل مدني، وحده محليه، مكتب تمويل، بيشمل جميع المصالح الحكوميه اللي تخدم اهل القريه. احنا عندنا جوه في سبع خدمات بيقدمها المبنى، هو معنى صح يوفر للمواطن مسافات بعيده بحيث حط له كل حاجه في مبنى واحد. يعني ادوا له ارض في مركز تكنولوجي، الادوار اللي فوق متوزعه ما بين شهر عقاري وبريد وسجل مدني وتضامن ووحده محليه ومجلس محلي وغرف اجتماعات. فهو وفر للمواطن المسافه في البعد، المواطنين كلها فرحانين بيه جدا. حياه كريمه غيرت حاجات كتير عندنا ما كناش بنحلم بيها. زي حضرتك ما انت شايفه المباني المجمع الخدمي والتضامن الاجتماعي ومبنى مستشفى ومدارس ومراكز شباب، اتعملت ملاعب، كل دي احنا زمان كنا بنحلم بيها، وصرف صحي كنا احنا وصغيرين بنحلم بيها، دلوقتي الحمد لله اتحققت. على كان الوضع ايه قبل المشاريع دي؟ يعني ان اعذرني برضو انا ما اعرفش، انا اول مره اجي. لا حضرتك كان الوضع سيء خالص بالنسبه لنا احنا في قريه بهيك، كنا عايزين اي خدمه نروح 30 20 كيلو 30 كيلو عشان نؤدي الخدمه، والمواطنين الناس غلابه كبار في السن معاشات، ما كانش يقدروا يروحوا لغايه الاماكن البعيده دي عشان يعملوا الخدمه بتاعتهم. لكن الحمد لله بعد ما جت حياه كريمه عندنا وفرت كل حاجه، عندنا كل الخدمات وفي مبنى واحد، في مبنى واحد. يعني حضرتك المواطن يجي يخلص كل حاجه هو قاعد على كرسي في مكان نظيف، في مكان لايق بالحياه الادميه، ودي الحياه الكريمه اللي احنا بنطلبها عشان برضه نمدها لاولادنا واولاد اولادنا، عشان نبقى في مصف العالم والتقدم والرقي اللي شايفين بنشوفه دلوقتي عندنا الحمد لله في قريه بهيج، اللي كنا عمرنا ما نحلم ان المشروعات دي تيجي عندنا. اولا احنا نبع عن قريه الدسمي، انا بتقدم بخاصة الشكر بجد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان الموضوع ده المشروع ده احنا كنا ما نحلمش لو قعدنا نحلم مليون سنه عشان مشروع زي كده يتم سواء في قريتنا او في جميع القرى. طبعا ده كان حلم بالنسبه لنا بصراحه، يعني انجاز حقيقي، يعني ما كناش نحلم بيه، ولا شرق البحيرات كلها تما، ولا البدو لنا يحلموا بيه، ميه وكهرباء والخدمات والصرف الصحي، يعني انجاز حقيقي. حياه كريمه يعني هي حياه كريمه فعلا. المجمع بيمثل كتير، يعني انا بيرفع عني المعاناه، انا يعني عشان كنت اطلع بطاقه لازم اروح الشهداء، اركب مواصله هنا امشي 8 كيلو اوصل لغايه الشهداء، وبعد كده انزل اركب توك توك تاني
اجيب بطاقتي، وبعد كده وانا رايح اطلع البطاقه اتصور ولا بتاع، وانا رايح اجيب البطاقه هي نفس النظام نفس المعاناه. والشهر العقاري نفس النظام، عشان اسجل عقد او كده كنت لازم برضه اروح الشهر ده، ومعاناه بقى. فهنا يعني بقى جنبينا.